حزن وألعاب. هيا بنا يا أصحاب ليبي. مرحبا، انظروا أين نحن. نحن اليوم في متحف غلايزر للأطفال في تامبا فلوريدا. هذا سيكون ممتعا جدا، هيا بنا. واو، انظروا للغرفة، العديد من الأشياء لنلعب بها مثل اللعب في الماء. انظروا، أو انظروا هنا، هذا هو قطار شحن الميناء. عندما تضغط هذا الزر تأخذ الرافعة الشحنة عبر الخليج كما في الحياة الواقعية. إلى اللقاء أيتها البضائع. واو، انظروا هنا، هذا يبدو كنموذج لجسر معلق. أو وجدت كرات هنا، تقوم بوضع الكرات في الأنبوب. انظروا إليها، واو، وصلت الكرات إلى النهاية على المسار مثل السيارات. واو، انظروا إلى كل هذه الألعاب، لعبة صفراء، كرة زرقاء، قارب أخضر وأصفر. واو، وسمكة، أحب السمك. الأسماك لذيذة وصحية أيضاً. انظروا، غواص سكوبا، سأضع له قناعة ومنظمة ويسمح له خزان الهواء هذا بالتنفس تحت الماء هكذا. هذا بدا ممتعاً جداً. بالحديث عن المرح، انظروا إلى هذا، إنه لولب نصفه مغمور في المياه والنصف الآخر خارج المياه، لذا عندما تديره فإنه يجلب الماء للقمة. رائع، وعندما يصل الماء إلى القمة فإنه يخرج من المخرج ويدير العجلة. واو، هذا المكان ممتع جداً. ما هذا الشيء هنا؟ يبدو أن هناك زراً. ماذا يحدث عندما نضغط الزر؟ رائع، إنه مثل حدبة يدوية أنا أتحكم بها. 3 2 1، حسناً، لنرى ماذا يوجد لديهم أيضاً. واو، نموذج لجسر معلق آخر. انظروا إلى هذا، إنه نموذج سيارة. فوم 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 فوم. حسناً، حان وقت الذهاب للسباق. العد التنازلي، 3 2 1. نعم، ووهوهو، ها نحن ذا. نعم، لقد فعلناها، لنذهب. ما هذا؟ إنه تلسكوب. واو واو واو، رائع. أو تعالوا هنا بالأسفل، هذا محاكي سفينة سياحية. وين وين وين، إلى الأمام، إلى الخلف، وين وين وين. هذا رائع، انظروا، يوجد رمل هناك. واو، مجموعة من ألعاب الرمل، تعالوا. سأقوم بغرفة، شاهدوا هذا عن قرب. حسنا، لنذهب لإفراغه. ثم يخرج من الأسفل وتدور العجلات، رائع.
منطقة الرمل هذه رائعة حقاً. أوه، توجد مرساة هنا، انظروا. عليك أن تنقبها وكأنها كنز. واو، كما هو الحال في المرساة التي تتصل بالقارب ومن ثم ترميها خارج حدود القارب، وبعد ذلك تهبط في قاع المحيط وتحافظ على استقرار القارب في مكان واحد في وسط المحيط. ثم ذهبت إلى معرض الموسيقى العالمي. انظروا إلينا، نحن نقع على الطبول بقوة. ثم نقرع على الطبول بهدوء. ثم نقرع على الطبول بقوة مرة أخرى. واو، إنه سوبر ماركت. هيا لنشتري بعض البقالة. أولا نجلب سيارة البقالة. واو، هيا بنا. ترتتا. ماذا سنشتري من البقالة؟ لنأخذ بعض الحبوب. حسنا. و للغداء سنأخذ اللازانيا. لذيذ، أحب اللازانيا. و جرامات قرفة. بعض المثلجات للتحلية. أجل، وبعض الخضروات. أحب تلك المنتجات، صحية جدا، مثل الفلفل. لنأخذ الفلفل الأخضر وطماطم الحمراء، جزرة، بعض الذرة. عم 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 عم. لذيذ. ماذا يوجد هنا؟ موزة. الموز لذيذ جدا وصحي. برتقال. إنه برتقالي. برتقالي. بي 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 بي. ويمكننا أيضا أن نستخدم تفاحة وكمثرى. لذيذ. واو، لا يمكننا أن ننسى أيضا مكعبات الطماطم. و لنرى ماذا بعد. ماذا نشتري أيضا؟ حلقات سباغيتي. أجل، حلقات سباغيتي. والمزيد من حلقات السباغيتي. والمزيد من حلقات السباغيتي. الآن وقد أصبح معنا كل البقالة، دعونا المخبز. لا يمكننا المغادرة بدون قطعة من الكعك. ها نحن ذا لنحصل على قطعة من هذه. حسنا، لذيذ، تبدو لذيذة فعلا. لذيذة، كانت لذيذة حقا. تعالوا هيا بنا. يجب أن ندفع قبل الذهاب. دعونا نرى ماذا جلبنا. المجموع. دعونا نرى. دين 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 دين. حسنا، هذا كل شيء. أجل، نحن مستعدون للذهاب، هيا بنا. تو تو تو. أجل، والآن بعد أن أصبح لدينا كل هذه البقالة، حان وقت طهي الطعام. لنضع هذه هنا. تعالوا معي. أجل، ممتاز. هذه أفران بيتزا. نعم، وهذه إضافات للبيتزا، كلها إضافات، انظروا. حسناً، سأصنع لكم بيتزا. لنرى. أولاً سنبدأ بصنع العجين. وماذا تحب؟ تحب الفلفل؟ حسناً، لنضع بعض الفلفل الأخضر. حسناً، واحد آخر. جيد، لنرى. هل تحب البابروني؟ أجل، لنضع بعض البابروني. لنضع 3 شرائح من البابروني. واحد،
اثنان، ثلاثة. انظر إليها. سأضع المزيد من الإضافات مثل الفطر. أجل، أحب الفطر. اثنان، ثلاثة. والزيتون الأسود. لذيذ. حسناً، جميل. انظروا للبيتزا، تبدو لذيذة. واو، سأضعها في الفرن. حسناً، سننتظر قليلاً. حسناً، لقد انتهت. حسناً، دعونا نذهب هنا كي نقدمها للناس. تفضلوا، استمتعوا بالبيتزا. أوه، ما الذي يوجد هنا؟ هنا؟ أجل، حيث يمكنك طلب شطائر. هل تريد شطيرة؟ نعم، أحب الشطائر. نبدأ بالطبق، ثم نضيف عليه قطعة من الخبز. أجل، وهل تحب الجبن؟ أجل، أحب الجبن. لذيذ. ضع الجبن على الخبز. وهل تريد الخس؟ لذيذ، الخس لذيذ جدا وصحي أيضا. حسنا، وبعض لحم الغداء. يبدو هذا شهيا. نضع هذا. أترون؟ ماذا يمكن أن نضيف أيضا؟ ماذا عن المزيد من الخضار؟ أجل، مثل الطماطم. لذيذ، دعنا نضع شريحتين أيضا. واحد، اثنان. حسنا، ما نحتاجه الآن هو قطعة خبز أخرى. حسنا، تبدو شهية جدا، لنقدمه أيضا. حسنا، تفضل. حسنا، لنحضر بعض الأكواب، وها هما مستعدان لتناول الطعام. كوب أصفر لك وكوب أزرق لك، استمتعا. واو، إنها محطة المطافئ. محطة المطافئ 110. انظروا، رجال ونساء الإطفاء، وأنا سأكون رجل إطفاء. مرحبا، أهلا. مرحبا، أهلا. وآخرا وليس أخيرا، مرحبا. أهلا. حسنا، علينا أن نركب شاحنة المطافئ. علي أن أحضر كلبتي، ستركب في الأمام معي. هيا. أجل، اجلسي يا شريكتي. حسنا، ثم لقد ضغطت على صفارة الإنذار. نضع قبعة الحرائق. حسنا، نحن في محطة الإطفاء. سأحضر صنبور الحرائق. الخرطوم. نحن مستعدون، سأدخل بسرعة. مرحبا. مرحبا بالأسفل. انظروا إلى عمود الحرائق. جاهزون؟ واو، واو. اذهبوا لإخماد الحريق، هناك حريق، هيا بنا إلى الداخل. حسنا، ها نحن ذا. كرة برتقالية، كرة زرقاء. واو، حسناً، الكرة الزرقاء. واو، هل رأيتم ذلك؟ حسناً، ماذا لدينا هنا؟ تبدو كمجموعة تروس وهي تدور، لكن عندما تدير هذا أظن أن الهدف هو إدارة هذا باستخدام هذه كلها. حسناً، علينا أن نوصلهم. حسناً، لنجعل الأصفر متصلاً بالأحمر، الأحمر متصلاً بالأصفر. الآن لنوصل الأزرق بالأحمر.
أترون؟ ثم دعنا نربط الأزرق بالأزرق، أزرق أزرق، أحمر أصفر أحمر. جاهزون؟ واو، فعلناها! أجل، أو انظروا ماذا تفعل. واو، مرحبا، ما هذا؟ واو، جدار صخري. إنه جدار بمجموعة صخور عليه حتى تتمسكوا بها وتخطو عليها، لذا يمكنكم عبور هذا الجدار بأكمله دون لمس الأرض. فعلناها، عمل جيد. واو، ما هذا؟ هناك بعض الحيوانات مثل السلحفاة. السلحفاة بطيئة. وكلب وأرنب وببغاء. الببغاوات سريعة. أتساءل ماذا يجب أن نفعل. سأضغط على الأرنب. أجل، تسابقت حتى النهاية وهزمت الأرنب. حسنا، لنذهب إلى الببغاء الأسرع بكثير. جاهزون؟ ها نحن ذا. هيا. أجل، فعلناها. مرحبا، أنا فقط ألصق مكعبات الألعاب هذه على الحائط. شاهدوا ما أتهجأه. انظروا، تهجأت اسمي. هل تعرفون اسمي؟ أجل، بليبي. باء لام ياء باء ياء، بليبي. لنرى الكلمات الأخرى التي تهجأها الناس. مثل هذه، كتبوا أشيائي. ثم سلام. سلام. سعيد. سعيد. صديق. مثلك، أنت صديقي. والحب. الحب. يا أخي. يا أخي. ها. هنا في المتحف لديهم مسرح حيث يمكنك أن ترتدي زي القراصنة وتتصرف مثل القراصنة. هيا واجهني. تين 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 تين. انظروا، إنه سيفي. تشيو تشيو تشيو. ماذا لديهم هنا أيضا؟ انظروا، إنه جدار من البروز ولونها أحمر، تدفع إلى الداخل. لدي فكرة رائعة، شاهدوا هذا. كان هذا ممتعا ومضحكا أيضا. تعالوا معي، تعالوا تعالوا إلى هذه الناحية. انظروا، هذا وجهي وجسدي ويداي. وكأن صياد جوائز اصطادني. تعالوا. مكعبات رائعة. هذه مستطيلات. المزيد من المكعبات الملونة مثل الأخضر والوردي والأحمر. ماذا يوجد هنا؟ واو، المكان مظلم جدا. تعالوا للداخل. حسنا. واو، هذا ضوء وهذا جدار ضوئي. انظروا. حسنا، واو، كتبت اسمي. باء لام ياء باء ياء، هذا رائع. حسنا، واو، أشياء جديدة رائعة. واو، أجل،
إنها حلبة رقص. انظروا، يوجد كاميرا أيضاً. واو واو. حسناً، أظن أنه علي أن أضغط زراً لنرى بوب بالي بوليود لاتينية ريفية بوب حفلة أو سيارة جامحة. سأختار الحفلة. نحن في متحف الأطفال التفاعلي في أولمبيا في واشنطن، سنقضي وقتاً ممتعاً معاً. أحب التعلم بصحبتكم. هيا بنا. مرحباً، هذا القسم ركن البناء، هنا تستطيعون بناء الأشياء. أنا مضحك جداً. لا يهم، يمكنكم تركيب هذه القطع الخشبية معاً، وبهذه الطريقة السهلة تبنون ما تشاءون في هذا المعرض. أجل، كدت أنهي بناء هذا المنزل. أترونه؟ لدينا سقف المنزل والهيكل الخارجي والجدران. لقد بنينا كل شيء تقريباً، ما عدا بقية السقف هذا و... الحصى. نحتاج إلى الحصى لنرصفها داخل المنزل. أجل، فالأرض تحتاج إلى بعض الحصى. نعم، فلن نستعمل البسطة ولا البلاطة ولا شيئاً كهذا، سنستعمل الحصى. لذا لنأخذ هذه المجرفة. أجل، أولاً سنقود شاحنة التفريغ. وي وي. حسناً، أظننا وصلنا إلى موقع العمل، حيث سنفرغ الحصى كلها من ظهر شاحنة التفريغ. حسناً، لنأخذ هذه المجرفة ونضعها في عربة اليد، ثم نرفعها. لقد وصلنا، والآن علينا أن نجمع بعض الصخور الكبيرة. سنصنع من هذه الصخور الكبيرة أرضاً جميلة جداً لمنزلنا الخشبي. حسناً، دفعة أخيرة. انتهينا. جيد، والآن هيا لننقلها إلى المنزل. أجل، إن عربة اليد هذه مفيدة جداً، فهي تجعل نقل الأشياء أمراً سهلاً. كيف نفرغها في الداخل؟ مهلاً، خطرت لي فكرة، ربما يمكننا استعمال الألواح، فهي تصل إلى السقف. أما الآن فسنضعها بوضع مائل، وبعدها سندفع هذه العربة إلى الأعلى. والآن سنفرغها، مستعدون؟ نجحنا. هاو. حسناً، أترون الأرض هنا؟ صارت أرضاً حجرية رائعة. والآن سنركب بقية سقف المنزل بهذا الشكل. أوهو، العمل هنا شاق جداً. لقد انتهينا، يبدو شكل هذا المنزل رائعاً. أنا متعب، ولكن قبل أن ننتقل إلى غرف أخرى دعونا نشاهد بقية الأدوات. مثل هذه، هناك كثير من الأدوات، هل تعلمون ما اسمها؟ هذه حفارة كهربائية، انظروا إلى طريقة عملها. واو، تهتز إلى الأعلى والأسفل وهي تثقب الأرض. رائع، أدوات كثيرة. لدينا شريط قياس لنقيس به أطوال الأشياء. واو، انظروا، لدينا أيضاً مثقب غير سلكي كي لا نضطر إلى العمل بطريقة يدوية بطيئة، وهو يعمل هكذا. شاهدوا هذه المطرقة، تشبه المطرقة العادية، ولكن لديها هنا رأسان مدببان. والآن انظروا إلى هذا، إنه جهاز تثبيت المسامير، نستعمله لإحكام تثبيت السقف. أجل، هكذا. تشك 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 تشك
مرحبا، لقد كنت أقلد الدب. أكنت جيدا؟ إن الدببة تدخل في سبات في فصل الشتاء وتظل دافئة عند سقوط الثلج. على ذكر الثلج، انظروا هناك، هذه حلبة تزلج. أجل، عند تجمد الماء يتحول إلى جليد. هيا أصدقائي إلى التزلج. أولا هيا بنا لنختار جوربا. سنرى أيها سأختار. هذا جميل. لحظة، لا أظن قياسه يناسبني. سنعيده إلى مكانه. ما رأيكم في هذا؟ انظروا، ألا يبدو رائعاً؟ حسناً، والآن سأخلع حذائي. أجل، ألبس جورباً من قبل، ولكن لا بأس، فهذا الجورب جميل. حسناً، سألبسه فوق جوربي. جيد، مستعدون؟ ثلاثة، اثنان، واحد. زلق جداً. الجليد زلق جداً. أتذكرون قولي إن هذا جليد؟ في الحقيقة هو جليد صناعي، وهو لرياضة التزلج بالجوارب. مهلاً، خطرت لي فكرة. لماذا لا أؤدي رقصة أمامكم كعرض راقص على الجليد؟ مستعدون؟ موسيقى. لننزل إلى الطابق السفلي. مهلاً، لحظة، الممتع في متحف الأطفال أنه يمكنك النزول إلى الطابق السفلي باستعمال الدرج أو باستعمال المزلقة. أجل، سأختار المزلقة الزرقاء. أراكم في الأسفل. إنها طريقة سريعة للنزول. أجل، واو، أنا الآن في ميناء أولمبيا. واو، انظروا معي إلى هذه، إنها تسمى رافعة. رائع. انظروا، لدينا بعض الحطب. أجل، هاتان الحطبتان ستصيران ألواحا فيما بعد. حسنا، لنعلقهما بهذا الخطاف. حطبة واحدة وحطبتان وثلاث. اثنتان. ثلاث حطبات. حسناً، والآن سأذهب لرفعها. أجل، لقد رفعناها. حسناً، سننقلها إلى السفينة، والآن سأقرب الحمولة إلى هنا. كان ذلك رائعاً. أحسنتم عملاً. حسناً، لنذهب. أنا أطير. انظروا، بلبي يطير. دلافين. تابعوا هذا. واو، هيا بنا أصدقائي لنضع البطاطي المطاطية في هذه الجهة. ينحدر الماء إلى الأسفل هكذا فيجرفها. انظروا إليها. هاي. أظن الزرقاء ستفوز. علقت الخضراء. نراك بعد قليل. أجل، الزرقاء. انظروا إلى هذا، عندما يجري الماء بهذه الطريقة يسمى جرياناً صفيحياً. لاحظوا، هناك دخان يخرج من الماء. واو، صرت مبتلاً. رائع، ألقوا نظرة على هذا.
إن الدخان يخرج من هنا. شاهدوا هذا. واو، عند تركيب هذه الأنابيب يمكنكم توجيه مسار الدخان. واو، رائع جدا. تعالوا إلى هنا. ترى ما هذا؟ ألا يبدو شكله كأنه إعصار مائي؟ أصدقائي، إنه يسمى البركان. جميل جدا. لحظة، ماذا لدينا هنا؟ كرات، هذه كرة واحدة. وهذه الثانية؟ أين أنت؟ هذه الثالثة. أربع كرات. حسنا، ثلاث كرات فقط لنحضر كرة رابعة. أربع كرات. حسنا، هيا لنذهب. واو، سندخل الكرات داخل هذه الفجوة. الأولى كرة صفراء، والثانية كرة وردية، والثالثة كرة حمراء، والرابعة أرجوانية. واو، أين ذهبت الكرات؟ أنا لا أعلم. شاهدوا هذا. ثلاثة، اثنان، واحد. واو، أجل، لقد نجحنا. مهلا لحظة، إنها خمس كرات. ماذا؟ واو، أجل. ياهي، انظروا إلي، أنا الآن أقود سيارة الشرطة. هذه أمامي مقود السيارة. واو، فيها صفارة إنذار، ثم إن لها أضواء أيضا. واو، الأصوات مرتفعة هنا. واو، حسنا، أنا أحب سيارة الشرطة كثيرا. واو، وأحب كثيرا أيضا سيارة الإطفاء. رائع، إنها مهمة، فهي تذهب إلى المنازل والمباني والأراضي المحترقة فتخمد الحريق كله. واو، لحظة، هيا انظروا، يمكنكم الجلوس داخل سيارة الإطفاء. واو، صفارة الإنذار. واو، رائع، لقد شغلت المصابيح. واو، أحب سيارة الإطفاء، إن معظمها لونه أحمر. هاي، على ذكر الأحمر، انظروا، هذه سيارة إسعاف. واو، تشبه المكعب الكبير من الخلف. مهلا، أجل، تعالوا، هيا. واو، لنذهب في جولة. هذه السيارة عظيمة لأنها تظهر عند الحاجة إلى المساعدة. أجل، مساعدة طبية. واو، حسنا، أظن أن لها في المقدمة بعض المصابيح وصفارة إنذار. واو، هيا بنا لندخل إليها ونقود سيارة الإسعاف. حدد موقعك. قلت موقعي؟ إن موقعي هو متحف الأطفال التفاعلي. رائع، لنشغل المصابيح. هيا بنا. لنذهب لمساعدة بعض الأشخاص. حسناً، في الحقيقة إن مركبة طوارئ أخرى في الأعلى، هل ترونها؟ تطير عالياً في الفضاء، لنصعد إليها. إنها ليست طائرة، تشبه الطائرة بطيرانها في الهواء فقط. تطير باستعمال المحرك لا باستعمال الدفع النفاث. قد يطير بعضها به. أنا أرى أنها طائرة مروحية. واو، دعونا نطر بالمروحية. واو، حسناً، واو، نحن نطير. حتى المروحيات يمكنها إنقاذ حياة الناس. أجل، فهي مركبات للطوارئ وأيضاً تساعد على إخماد الحرائق. للمروحيات كثير من الاستعمالات. واو، وين وين، واو، وي، واو، لقد كان ممتعاً جداً التعلم بصحبتكم في أثناء اللعب في متحف الأطفال التفاعلي في أولمبيا في واشنطن.
حسناً، هذه نهاية الحلقة، لكن إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. نعم، أيمكنكم تهجئته؟ B-L-I-P-P-I بليبي. أحسنتم عملاً. حسناً، توتوت توتوت. مرحباً، هذا أنا بليبي، شاهدوا معي. واو، كان ذلك مذهلاً، مثل رقصة المتميزة. رائع، أنا أحب العزف والرقص كثيراً. واو، شاهدوا هذا. واو، هذا جميل حقاً. أصدقائي، اليوم أنا في متحف الأطفال التفاعلي في أولمبيا في واشنطن. أنتم وأنا سنتعلم أشياء كثيرة، هيا بنا. واو، أتوازن فوق جذوع الأشجار المقطوعة. واو، مضمار العوائق هذا ممتع جداً. واو، شاهدوا هذا. أترون أصدقائي؟ هذا جذع شجرة. واو، يبدو أنه كان جذع شجرة كبيرة، ولكن الآن هو فوق الرمل وينتظرنا حتى نتوازن فوقه. واو، شاهدوا ما عثرت عليه. أوه، هذه تسمى أدوات اللعب بالرمل. هذا لونه أخضر مع الأزرق. أوه، هذا الآخر لونه أحمر مع الأصفر. لنأخذ الرفش الأخضر هذا ونغرف قليلاً من الرمل. ها نحن أولاء. ووه، غرفت مقداراً كبيراً. ملأنا وعاءً واحداً، سنملأ وعاءً آخر أو دلواً. حسناً، سأضعها هنا وأملأ الأخرى ببعض الرمل الجاف. هيا بنا. واو، رمل جاف هنا. انظروا، هذا رمل جاف ورمل رطب هنا. الرطب يشبه الوحل. وعلى ذكر الوحل، وصلنا إلى مطبخ الوحل. هنا يمكنكم صنع فطائر الوحل بأنفسكم. رائع، لدينا هذه الملعقة. أوه، وبعض الأوعية أيضاً. حسناً، لنفرغ دلو الرمل ودلو الوحل في هذا الوعاء. واحد، اثنان، لنخلطهما. واو، والآن بعد إنهاء الخلط سنأتي إلى هنا، وبعدها نملأ معاً وعاء الكعك الصغير، لكن الآن سنسميه وعاء كعك الوحل. حسناً، هيا بنا. كدنا ننتهي، فقد ملأنا ثلاث كعكات. أترون؟ واحدة، اثنتان، ثلاث. إذن لنكمل، واحدة، اثنتان، ثلاث. مهلا اللحظة، ثلاث مع ثلاث، أتعلمون الناتج؟ واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست. لدينا ست كعكات وحل، كعك الوحل، يم. هذا مضحك. حسناً، واو، أحببت المطبخ. هيا لنكمل الاكتشاف. واو، لكن ما هذه؟ واو، تبدو مضخة ماء. مثل البئر، هل ترون الماء المتدفق؟ خطرت لي فكرة، لما لا نحضر دلواً ونملأها بالماء؟ أحضرت دلوين، هذه الأولى. واو، واو، ملأت الأولى. وهذه الثانية. واو، حسناً، هيا لنأخذهما إلى هناك. ولكن ما هذا؟ هذا كوخ الشاطئ، رائع. حسناً، لدي فكرة، سأضعهما هنا وأصعد إلى الأعلى. ثم
سأسكبهما. هل أنتم مستعدون؟ واحد. الآن الدلو الثانية. ثلاث، اثنان، واحدة. واو. حسناً، سأترك هاتين الدلوين هنا. سأنزل. هذا كوخ منقذ الشاطئ. المنقذ يقف هنا ويحرص على ألا يغرق أحد وأن يبقى الجميع في أمان، ونحن نسبح في الماء. هاي، أتعلمون ما الذي يطفو فوق الماء؟ نعم، القوارب. واو. 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 كأنني وسط المحيط. واو، أحب القوارب، فهي مفيدة جدا للإنسان لأنها وسيلة النقل في الماء. ماذا؟ سيارة؟ لا، ليست كالسيارة، فالسيارة تسير على اليابسة، أما القوارب فتطفو على الماء. واو، أترون ذلك؟ هيا تعالوا، هذا قارب ضخم جدا. واو، انظروا، سأصعد إليه. أتسلق كي أصل إلى القارب. واو، شاهدوا هذا، أترونه؟ إنه يسمى مركز المراقبة. رائع. يستعمل مركز المراقبة كي يتمكن البحارة من معرفة موقعهم في البحر. واو، ماذا هناك؟ ها، جبل جليدي؟ لا جبل هنا. أين ذهبت الأسماك؟ نعم، أرى أسماكاً. هذا القارب يستعمل للصيد. كيف علمت ذلك؟ لأنني رأيت هذه. انظروا، هذه عوامة. توصل العوامة بشبكة الصيد، وذلك لترى الشبكة وأنت على القارب. على ذكر العوامات، واو. واو، انظروا، هذه عوامة كبيرة. توضع هذه العوامة على حافة القارب عندما يرسو القارب في المرفأ لئلا يصطدم القارب بالمرفأ. هكذا نحافظ على سلامة القارب من أي خدش. حسناً، أريد أن أريكم شيئاً، تعالوا. مرحباً، أنتم في جوف القارب الآن وأنا على سطح القارب. إي 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 إي. سأنزل إلى الأسفل. حسناً. أوه، المكان مظلم هنا. واو، هذا مذهل حقاً. شاهدوا هذا. هاي، ها نحن أولاء على متن القارب. وهنا أيضاً بعض الأصدقاء، يبدو أنهم من البحارة. مرحباً. أوه، انظروا يا أصدقائي، أترون هذه الشبكة الضخمة؟ تسمى شبكة الصيد. حين تكونون في الأعلى وتصطادون الأسماك، ترمون الأسماك داخل هذه الشبكة. ابقوا هنا، سأريكم ذلك. واو، هذا مدخل شبكة الصيد، انظروا. واو، كأنني سمكة. أترونني؟ واو، مرحباً. رائع، إنه قارب كبير. مركز الدراجات الثلاثية، سنركب دراجة ثلاثية العجلات. هي كالدراجة الثنائية ولكن بثلاث عجلات. أوه، هيا لنرى، ما حجم الدراجة الثلاثية الذي يناسبك؟ صغير جدا، صغير، حجم وسط، كبير، كبير جدا. نعم. أوه، مرحبا، كيف حالك؟ أهلا، بخير وأهلا. بخير، أي خوذة أختار؟ أنصحك باختيار هذه. وافقت. واو، أوه، جيدة، قياسها مناسب. واو، شاهدوا كل هذه الدراجات الثلاثية. أيها كبيرة جدا؟ الحجم الكبير جدا هناك. أوه، شكرا، شكلها جميل. هيا لننطلق. واو، وي، لقد قلت إن الدراجة الثلاثية تشبه الدراجة الثنائية، ولكن هناك اختلاف واحد، هو أن لهذه الدراجة ثلاث عجلات بدلاً من اثنتين، لأن ثلاثية تعني ثلاثاً. لنعدها، واحدة، اثنتان، ثلاث. ثلاثية تعني ثلاثاً، وثنائية تعني اثنتين. والآن هيا بنا، انظروا إلى الأكواز. أوه، أترون كيف أستعمل الأكواز الزرقاء في مضمار العقبات؟ أوه، واو،
واو، ولكن ما هذا؟ هذا يسمى كوخة الطبيعة. حسناً، سأضع هذه هنا. سأعود لأخذها فيما بعد. جيد. ها، رائع. شاهدوا هذا الكوخ. واو، انظروا، ثمة أشياء جميلة جداً، كهذه العظام، تبدو كأنها جمجمة طائر. أوه، ولدينا هنا أكواز الصنوبر التي تأتي من الأشجار. أوه، وهذه قرون، إنها قرون الغزال. واو، وهنا ملصق يحمل بعضاً من أنواع الأزهار. أنا أحب الأزهار، فرائحتها زكية جداً. واو، انظروا هناك، هل رأيتم؟ هذا يسمى ميزاناً، أتعرفونه؟ إذا كانت هذه الكفة في الأسفل وهذه الكفة في الأعلى، فمعناه أن الشيء في هذه الكفة أخف وزناً. إذا لنجرب، سنضع الآن هذا الحجر الثقيل جانباً. أوه، صارت هذه الكفة هنا أثقل وزناً. حسناً، لنأخذ من هنا حجراً ونلاحظ، لا تزال هذه أثقل. حسناً، الآن هل توازنت؟ لا تزال هذه أثقل قليلاً. لنزل هذا الحجر الثقيل أيضاً ونستبدل به حجراً متوسط الوزن. أوه، انظروا، إنهما متساويتان، وهذا يعني أن الوزن في هذه الكفة مساو تماماً لوزن هذه الكفة. واو، لدينا أشياء كثيرة، سنجعلها تنزلق على هذه الزحلوقة. حسناً، لدينا صدفة. وي! وكأنها زحلوقة أصداف. وكوز صنوبر. وي! وأيضاً حجر. واو، انظروا إلى هذا، إنه يبدو كالمنحدر. هاي، لنجرب شيئاً ممتعاً. هل ترون الحجر؟ سينزلق. رائع، ولكن شيء ما مثل كوز الصنوبر هذا ربما يتدحرج. أجل، الكوز قد تدحرج. ممتع، هذا حجر. أوه، هذه قد تتدحرج، حبة موالح، هيا بنا. وي! أوه، الآن لنذهب ونكتشف مزيداً. أنا سأركب الدراجة وبعدها نكمل الاكتشاف. حسناً، لنرى ماذا لدينا هنا. أظن أن هذه منطقة الحديقة. واو، شاهدوا هذه النباتات، جميلة جداً. نبات إكليل الجبل، رائحته مثل إكليل الجبل. واو، انظروا إلى هذه. واو، هذه زهرة نباتي الخرشوف، نستطيع أكل هذه الزهرة عندما تصير ثمرة. واو، شاهدوا فطائر الوحل هذه. نعم، علينا صنع فطائر الوحل، سنزينها كهذه أيضاً. أجل، واو، نبات متسلق. هاي، أزهار الباتونيا. واو، لون أزهار الباتونيا أرجواني. أوه، وهذه الأزهار لونها أحمر، وأزهار لونها وردي جميل، وهذه الأزهار صفراء اللون. واو، نستطيع هنا أن نصنع فطائر الوحل، ولدينا أشياء لتزيين الفطيرة، لكن سنستعملها بعد قليل. أولاً، سأخذ طبقاً فضياً ونضع فيه بعض الوحل. حسناً، واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، أربع غرفات كبيرة. ها نحن أولى، إنه يشبه الشوكولا. نعم، مثل كعك الشوكولا. حسناً، إذن سأضعها هنا. والآن هيا لنختر زينة الفطيرة. لدينا هنا بعض الأصداف وبعض أوراق الأشجار، ولدينا بعض الحجارة وأكواز الصنوبر. حسناً، هيا بنا لنضع أولاً كوز الصنوبر. سنختاره متوسط الحجم ونضعه في الوسط. وبعدها سنضع الحجارة. نعم، بهذه الطريقة. واو، يبدو الشكل جميلاً. حسناً، والآن
سنضيف بعض أوراق الأشجار لنضعها عمودياً هكذا، تبدو جميلة. لنعدها، 1، 2، 3، 4، 5. حسناً، والآن هيا لنضيف صدفة واحدة. أوه، إن داخل الصدفة ماء. سنضع هذه الصدفة في هذا المكان. انتهينا، كيف تبدو؟ إنها فطيرة وحل جميلة. أوبس. أوهو، انظروا، هذه منارة، هيا لندخل إليها. تعالوا. أوه، مرحباً، من أنت؟ أهلاً، أنا اسمي جيم. اسمك جميل يا جيم، ما الذي تفعله هنا؟ أنا أعمل بحراسة هذه المنارة. حقاً؟ لا شك أن عملك ممتع. إذن أيمكننا الصعود إلى الأعلى؟ نعم، يمكنكم ذلك بلا شك، استمتعوا بوقتكم. حسناً، هيا بنا. واو، وصلنا إلى سطح المنارة يا أصدقاء. أترون هذا المنظر الرائع؟ نرى من هنا مساحات كبيرة، تدور المصابيح التي هنا وتضيء حتى مسافات بعيدة ليستطيع من في القوارب رؤية مكان اليابسة. واو، حسناً، لقد استمتعت كثيراً بالتعلم بصحبتكم في متحف الأطفال التفاعلي في أولمبيا في واشنطن. رائع، لكن هذه نهاية الحلقة. إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ BLIPPI ليبي. أحسنتم عملاً. حسناً، أراكم بخير، إلى اللقاء. مرحباً، انظروا أين نحن. اليوم نحن في متحف هاندزون للأطفال في أولمبيا واشنطن، هيا بنا. واو، انظروا هنا. واو، أوه، كأننا في مزرعة. أو لدينا بعض القرنبيط. إنه أخضر جدا. أوه، انظروا، جزرة. الأرانب تحب الجزر، ولونها برتقالي. تعالوا. أوه، بعض البصل وحبة ذرة، أحب الذرة. كوز الذرة أخضر وأصفر. واو، انظروا، هذا طباشير الرصيف. واو، مرحبا، هنا مكتوب مرحبا، مرحبا. أو هيا. واو، انظروا، سأصنع بعض الفقاعات. واو، 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 حسناً. واو، هذه الفقاعات كبيرة جداً. واو، واو، حسناً، سأقترب منكم قليلاً. واو، أو انظروا، هذه فقاعة صغيرة، هيا. واو، انظروا إلى كل هذه العصي، هذا يسمى بالراكون ران، هيا بنا. واو، واو، هذا فن جميل جدا، مصنوع فقط بالعصي. واو، أوه، يبدو أننا محاصرون هنا، تعالوا. تعالوا من هنا. واو، ما هذا الذي هناك؟ هنا حيث نركب الدراجة الثلاثية. دراجة ثلاثية من فضلك. حسناً. عليكم ارتداء الخوذة، وهذه الخوذة لونها أسود. واو. وي، واو، انظروا، سميت الدراجة الثلاثية بهذا الاسم لأن لديها 3 إطارات وعجلات. واو،
الدراجة العادية لديها عجلتان. حسناً، ها نحن ذا. نحن نصعد دلة كبيرة. ها أنا قادم. لا، لا أستطيع فعلها. أحياناً في حياتنا إذا لم نستطع فعل شيء نجرب شيئاً جديداً مثل هذا. هيا نصعدها ماشياً. لا بأس بهذا، الأمر لا زال ممتعاً. واو، ها هو المنحدر. ها أنا قادم. واو، انظروا بدون أيدي. واو. تعالوا إلى هنا. الآن حان الوقت لبناء مركب. هذه المنطقة هي حيث يمكنك بناء مركب. مثلاً تأخذ قطعة خشبية مثل هذه، ثم نأتي بالقشة ونضعها هنا. يمكننا صنع شراع مثل هذا الشراع الأخضر. نضعه هنا، ضعه حولها، ثم نضع قمة وردية. مستعدون؟ ها نحن ذا. انظروا، إنه قارب جميل. مهلا لحظة، نحتاج شخصا على متنه. أتريدون هذا أم ذاك؟ لنضع هذا. حسنا، كيف يبدو هذا؟ واو، إنه جميل جدا. هذا مضحك. حسنا، والآن لنأخذ حبارا عملاقا. حسنا، الآن نذهب إلى هناك. نضع القارب والحبارة العملاقة هنا. واو، انظروا إلى هذا. هذه هي الطاولة المائية وهي مبللة جدا. حسنا، قبل أن نضع القارب والحبارة في الماء دعونا نرتدي السترة المائية. هيا. حسنا، هذه السترة المائية لونها أصفر. إنها لطيفة ومريحة. حسنا، نحن جاهزون. هيا. حسنا، دعونا نضع القارب. مهلا، دعونا نعود إلى هنا. لدينا بعض القطع البلاستيكية حتى نتمكن من صنع بعض العقبات. مستعدون؟ حسنا. حسنا، ها نحن ذا. نضع واحدة هناك وواحدة هناك وواحدة هنا. واو، نضع واحدة هناك. واو، هذا تمدد كبير. هذه ألوانها صفراء مثل السترة. نضع واحدة هناك ونضع واحدة هنا. حسنا، واو، أظن أننا الآن مستعدون لوضع القارب والحبار العملاق في الماء. مستعدون؟ ها نحن ذا. 3، 2، 1، انطلق أيها القارب. واو، انطلق. أجل، أضعنا الحبار. لا تعلق. هيا، إنه قادم. الحبار قادم. حسنا، ها نحن ذا. أجل، فعلناها. أجل، وصل القارب إلى خط النهاية. عمل جيد، لذيذ. أنا أحب رائحة النباتات وملمسها. يا إلهي، إنها جميلة جدا. واو، ما هذا الذي هناك؟ هذه منطقة يمكننا الحفر فيها. تعالوا. واو، دلو أخضر. شاحنة تفريغ خضراء صغيرة. واو، وحفارة خضراء. لنرى ما يمكننا حفره. واو، انظروا. واو، هذا هو الترايسيراتوبس. واو، ديناصور قديم جدا. هيا.
رأينا شاحنة تفريغ خضراء صغيرة قبل قليل، وهذه شاحنة تفريغ كبيرة جدا. واو، انظروا، هنا تقومون بتحميل شاحنات التفريغ. انظروا. حسناً، حملها الآن، ها نحن ذا. واو 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 بوم بوم بوم. أو مرحباً. بوم 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 بوم. واو، تبدو هذه المنطقة مناسبة لتفريغ كل هذا التراب. مستعدون؟ بيب 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 بيب. ثقيلة جداً. واو واو، كانت هذه حمولة كبيرة في شاحنة التفريغ. عمل جيد. واو، انظروا إلى هذه الغرفة، كأننا في غابة. العديد من الأشجار هنا. أوه، انظروا. واو، نباتات جميلة. واو، انظروا إلى هذا، يبدو كلحاء الشجر. واو، تعالوا إلى هنا، انظروا كم هذه الشجرة كبيرة جدا. هل ترون حيوانا يرفرف بجناحيه في أي مكان؟ قا 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 قا. انظروا، إنه هناك. أترون؟ أجل، إنه الطائر. قا قا قا. انظروا هنا، بما أننا في الغابة. واو، هناك خيمة، كأننا نخيم. انظروا، أو ساخن ساخن ساخن. ولدينا قطعة خشبية من الجذع. حسناً، ولدينا، واو، غرفة صمامات مفرغة. تعالوا. واو، أنا معجب بهذه الغرفة. واو، حسناً، أترون، تمسكون بالكرات الملونة والأوشحة مثل البرتقالية، الأرجوانية والصفراء وحتى الحمراء، ثم تضعونها هنا. واو، ثم تذهب إلى هناك. شاهدوا، واو، تصعد إلى القمة. سأضيف المزيد، هل أنتم مستعدون؟ هيا. واو. حسناً، الآن سأضع هذه الأوشحة الملونة هنا. مستعدون؟ واو! حسناً، سنضعها كلها هنا. ها نحن ذا. لنحصل على المزيد من الكرات. حسناً، ها نحن ذا، الآن لدينا الكثير منها، علينا فتح الصمامات. حسناً، الآن لا نعلم أين سيذهبون، سيأخذون طريقاً مختلفاً. واو 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 واو، كانت مزلقة دوران زرقاء ممتعة جداً. تعالوا إلى هنا. واو، انظروا إلى هذه المنطقة. واو، هذه المنطقة تمكننا من البناء بهذه الأنابيب. واو، هناك دخان كثيف يخرج من هنا. واو واو
واو مرحباً، هل بإمكانكم رؤيتي؟ مرحباً لا تقلقوا أنا هنا، مرحباً. واو حسناً. واو انظروا إلى هذا. واو هناك دخان تحت كل هذه المياه، هل تستطيعون رؤيته؟ واو ملمسه ممتع جداً، يعطي شعوراً جيداً. واو واو يداي مبللتان جداً. حسناً. واو انظروا إلى هذا. واو إنها دوامة، تبدو مثل بركان في الماء، الماء يدور بسرعة كبيرة جداً. واو حسناً، لدينا بعض الكرات الملونة، سنضعها هنا. مستعدون؟ حسناً، الآن وبعد أن تم إغلاق الأنابيب وتحميلها بتلك الكرات، استعدوا، الكرات في الطريق. 3 2 1. واو حسناً، انظروا إلى الكرات. واو واو، هل رأيتم ذلك؟ حسناً، سأخذ المزيد من هذه الكرات، مثل هذه الوردية والصفراء والأرجوانية، ولابد أن هناك المزيد، أو كرة وردية أخرى وبنفسجية أخرى وبيضاء. حسناً، استعدوا لأنني سأطلقها من هناك. ها نحن ذا. واو انظروا للأعلى. واو هل ترونهم في الدوامة الآن؟ واو أنا أطلق الكرات من الأعلى وهي تذهب مباشرة إلى الدوامة. حسناً، فقط القليل بعد. ها نحن ذا. واو واو هذا رائع جداً. واو هذه الدوامة المائية هي ممتعة جداً. واو أو نحن ذاهبون إلى موقع العمل. ها نحن ذا. بيب 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 بيب. حسناً، بما أننا الآن في موقع العمل، واو نحتاج إلى إحضار أدواتنا مثل المجرفة توت توت و واو و... أجل انظروا إلى هذا الطوب وإلى هذه الصخرة الكبيرة. حسناً، لنأخذ كل شيء إلى هنا. حسناً حسناً، سيكون هذا هو موقع العمل. دعونا نلقي نظرة على تلك الأدوات هناك، مثل هذه المطرقة الثاقبة. واو خوذة صلبة وسترة الأمان. واو إنها صغيرة جداً، ربما لن ألبس سترة الأمان هذه المرة، لكنني سألبس زوجاً من نظارات السلامة الزرقاء. انظروا، بندقية مسامير، مثقاب، مطرقة، واو عتلة، منشار وشريط قياس. واو حسناً، من الجيد أنني أرتدي قبعتي صلبة. حسناً، دعونا نجلب بعض مخاريط الأمان لندع الناس تعرف أننا سنبني منزلاً هنا. حسناً، ثم حسناً، ها نحن ذا، ثم بعض لافتات على الطريق. ها نحن ذا، لنضع هذا هنا. حسناً، الآن كل خشبنا يوجد هنا، لنأخذ 2 من هذه، 1 2، ونضعهما على الأرض هنا.
ثم نأخذ اثنتين طويلتان جدا ونضعها هكذا. ها نحن ذا، أو لا، نضعها هكذا. حسنا، أو ها نحن ذا، هذا هو أساس منزلنا الذي نبنيه الآن. حسنا، مستعدون؟ ستبقين هنا وأنا سأبدأ البناء الآن. نضع هذه هنا. حسنا، المزيد هنا. واو، حسنا، الآن للقمة. مهلا، نحتاج واحدا آخر كي نجعله قويا. ها نحن ذا الآن، أو لنضع قمة المنزل هنا. هنا، أجل، آخر واحدة، نضعها هنا. هنا، يبدو أننا بنينا منزلا جميلا جدا. لنجرب. واو واو. حسنا، أظن أنه لم يكن متينا جدا. واو، انظروا أين نحن. نحن داخل محار، وانظروا، إنها لؤلؤة ضخمة، بيضاء جدا ولامعة وجميلة. وهذا، أجل، هذه تمثل حبات الرمل. واو، لأنه إذا دخلت حبة رمل داخل المحار فإنه ينزعج جدا جدا، وعندها يصنع لؤلؤة. واو، حسنا، كان من الممتع جدا التسكع معكم في متحف الأطفال هذا في أولمبيا واشنطن. كان من الممتع جدا اختبار الأشياء بأيدينا. حسنا، أراكم لاحقا، إلى اللقاء.